على موضوع الباي سبارك اسف باي اورينت داتابيز تمام، وكنا بنتكلم في الاورينت بنقول ان احنا عايزين نوصل بقى القصه بحيث ان احنا نخلي البايثون يقدر يتكلم الايه الاورينت داتابيز. طب انا هفتح باي تشارم عشان اكتب كودي، لكن هروح برضو افتح اشغل الداتابيز بتاعتي والا مش هنحس باي شيء. طب اروح على البن كالعاده وافتح بدوت سلاش كده واكتب سيرفر دوت بات، لمجرد ان انا اقوم الايه اقوم الداتابيز بتاعتي على جنب. ماشي اوكي حلو جدا. احنا كنا المره السابقه يعني كنا بنتكلم في ان احنا بنربط الاورينت داتابيز بحاجه اسمها الباي اورينت، والباي اورينت زي ما شفنا المره اللي فاتت عمل معانا مشكله بتاعه الفيرجن، لان طبعا هو بيتعامل الباي اورينت بيتعامل على حاجتين، مع حاجتين هي حلقه وصل بين البايثون وما بين الداتابيز من النوع ده اللي هي الاورينت دي بي، فهي مرتبطه بالفيرجن اللي عمال يتحدث عند البايثون ومرتبطه بالفيرجن اللي عمال يتحدث عند الايه؟ عند الاورينت داتابيز. فالتحديث ده ساعات بيحصل فيه فرق في التحديث، يعني ممكن تلاقي الاورينت شغاله متطوره والاورينت فعلا متطوره وبتجري بسرعه، فتلاقي مثلا اخر فيرجن كان نازل من باي اورينت اللي هو بيربط كان بيدعم لسه ساعتها فيرجن اقدم من ده شويه، ما لحقش يدعم الفيرجن الجديد، وهكذا. ممكن يحصل برضه مع البايثون، ممكن يكون كان فتره كان بيدعم البايثون مثلا 2 ما بقاش بيدعم بايثون 3، بقى نزلوا فيرجن جديد عملوا، يعني دايما بيلاحق ما بين الفيرجنز وكلام زي كده. وده طبيعه الباكجز يعني، بالذات لما تكون العمليه اللي بيعملها بتكون ريليتد قوي بالانجن وازاي بيشتغل. تمام؟ وطبعا علشان نقدر نشغل الاورينت على فيرجن على الموجود، يا اما بننزل الفيرجن بتاع الاورينت وانا ده ما لا نقبله يعني، يا اما بنلعب في ملفات الباي اورينت ذات نفسها اللي هي الموديول ذات نفسه اللي نازل، زي ما قلنا او ما اعرفش الناس اللي هتشوف الفيديوهات المسجله ولا لا، بحيث ان هو يفتح ملف اسمه الكونستانت جوه الموديول بتاع الباي اورينت ويحدد الستاندرد فيرجن ويرجعوا الفيرجن اقدم علشان الباي اورينت تقوم وتشتغل معاه الفيرجن الجديد. وطبعا ليها شويه حاجات كده يعني ايه مش كويسه في الحكايه دي يعني، لكن مش دي الطريقه الوحيده اللي بتشتغل فيها الباي اورينت. احنا دايما في النو سيكوال بنقول النو سيكوال بتتميز بحاجتين، انك تكتب معاها اس كيو ال مباشر وفي نفس الوقت تقدر تستخدم الاي بي اي، والاي بي اي هي الاحدث والفكره الاقوى واللي اغلب الناس بتستخدمها. ولو انت شفت الجزء اللي كنا بنشرحه في مقدمه الاورينت هتلاقي ان احنا كمان على الاي بي اي بنقدر نبعت اس كيو ال، فطبعا عملوا دمج كمان ما بين الفكرتين، عملوا دمج تاني ما بين الايه؟ ما بين الفكرتين. فالفكره الامثل ان احنا نشتغل فيها ان انا هاجي كده ومعامل اكزامبل 90 همسح كل الكلام ده. تمام، احنا عايزين نوصل لايه؟ احنا والله ببساطه جدا احنا عايزين نعمل كونكشن على الاورينت داتابيز من خلال البايثون. طب ما هي الاورينت زي ما بتوفر اس كيو ال بتوفر برضه اي بي اي، وبتوفر الاي بي اي تتكلم بالاس كيو ال. القصه دي من اقوى القصص فاحنا عايزين نشتغلها. فاحنا كنا اخذنا قبل كده ريكوست، وان هي من خلال البايثون بتقدر تتكلم اي اي بي اي، اي اي بي اي، وبالطريقه دي كلمنا الفاير بيز، كان الدوكيمنت داتا بيز كانت برضه نو سيكوال داتا بيز. والمره دي برضه عايزين نتكلم داتا بيز نو سيكوال داتا بيز اللي هي الاورين داتا بيز. فاحنا اول شيء بورت للريكوست بتاعنا. تمام؟ وهنبدا نشتغل نكلم الاي بي اي ونشوف هنقدر نعمل حاجه ولا. اول حاجه طبعا احنا بنبقى عايزين نعملها ان احنا بس نشوف الكونكت، هنقدر نعمل كونكت على الداتابيز من خلال
الاي بي اي ولا لا. فقلت له ماشي مفيش مشكله، احنا الاول بنكتب ريسبونس بتساوي وهقول له الريكوست دوت، وعندي يا جيت يا بوست يا دليت مش عارف ايه. طبعا احنا اول حاجه عايزين نعمل جيت عشان نتست بس الايه الكونكت. الاورينت مدياني عناوين لكل ايه لكل عمليه هي بتعملها. فاحنا طبعا على لوكال هوست وعلى البورت بتاعنا 2480 اللي هو بتاع اللي احنا اللي هتلاقيه قايم عليه الاستوديو، قايم عليه الاستوديو بتاع الاورينت. يعني لو رجعنا هنا كده هتلاقي على الحته اللي عامله رن هتلاقي ادي اهو العنوان بتاعنا، هتلاقي اللي هو 190 طبعا 160 56 1 2480 هو ده البورت الاساسي بتاع الايه بتاع الاستوديو ده. وبالتالي انا رحت على 2480 كده، انا كده لسه يا دوبك كل دوت انا ما عملتش اي حاجه، لسه على السيرفر فقط لا غير. اليو ار ال بتاعي هيبدا من كلمه كونكت سلاش واكتب اسم الداتابيز اللي انا عايز اعمل عليها كونكت. اكتب اسم الداتابيز اللي انا عايز اعمل عليها كونكت، مثلا كان عندي داتابيز اسمها باي دي بي، فطبعا هيحاول يخش على اليو ار ال دوت على ال الباي دي بي جوه ال جوه الاورينت داتابيز، وهيجيب لك النتيجه جوه الريسبونس، ويجيب لك النتيجه جوه الريسبونس. طب احنا ممكن كنا بنبعت متعودين ان احنا نبعت هنا كذا حاجه ثانيه زي البارامز، وقلنا دي بارامترز او بارامترز بنبعتها للعنوان لو احنا محتاجينها، مش محتاجينها بس انا بكتبها كده بس تجهيزا للحاجات اللي احنا ممكن نبعتها ثاني. الهيدرز كذلك لو عايزين نبعت حاجه على الهيدرز، وال الداتا او يا جيسون ممكن ابعت جيسون داتا، ابعت داتا، كل دي حاجات ممكن تتبعت على اليو ار ال من فوق. وفي حاجه كمان انا ممكن ما قلتهاش قبل كده، حاجه اسمها الاوس، ممكن ابعت حاجه اسمها اوس، ودي حاجات خاصه بالاوثنتيكيشن، والاوثنتيكيشن معناها حقوق الدخول على الشيء، حقوق الدخول على الشيء. تمام. طبعا لو عملت كده انا عندي هقول اف ان الريسبونس اللي جالي النتيجه اللي جات لي توتال ستاتس كود، يعني الستاتس كود حاله النتيجه اللي جات لي. تمام. مفترض ان الحاله دي لما بتبقى 204 معناها ان العمليه تمت على الكونكشن، على الكونكشن. وفي الحاله دي هقول له برنت بس مجرد ليا، هقول له كونكتد تو اورينت دي بي سكسسفول. تمام. اس يبقى معانا مش 204، يبقى معانا مشكله ثانيه. هقول له مثلا برنت مثلا I can connect to orient the database to orient the database وخلاص. نعم مش هينفع اعمل كونكت وخلاص. تمام. وممكن طبعا لما يكون بالحاله دي هعمل حاجه كمان، هقول له برنت الستاتس كود عشان كمان ابقى انا عارف ان المشكله اللي حصلت. طبع الريسبونس دوت ستاتس كود. تمام. يبقى احنا كده بحاول اعمل كونكت على يو ار ال معين هيرجع لي ريسبونس، لو كان الريسبونس 204 معناه ان هو كونكتد، ايلس يبقى هقول له بس اطبع لي الستاتس كود وقول لي ان انا مش عارف اوصل للداتابيز. طيب كليك يمين كده وهقول له ران، طبعا انا اتاكد ان انا مران من السيرفر. طبعا قال لي 401 تمام، وقال لي اي كان نوت كونكت تو ايه تو اورينت داتابيس. طيب لو جيت كتبت الستاتس كود 401 تمام، هنلاقي معناه ايه 401؟ معناه ان اثرايزد ستاتس كود بتاعت الويب. كلمه 401 ان اثرايزد يعني مالكش حق، انت مالكش حق تخش على اليو ار ال. ده معنى للعمليه اللي قدامي، انا ماليش حق ان انا اقدر اكونكت على اليو ار ال دوت او اخش عليه. ليه؟ لان انا عشان اعمل كونكت على الداتابيز لازم يكون معايا يوزر نيم وباسورد، لازم يكون معايا يوزر نيم وباسورد. في الحقيقه انا لازم ابعت الحاجه اللي اسمها اوس اللي هي كلمه اختصار كلمه اوثنتيكيشن حقوق دخول، لازم ابعت له بياناتي اللي هي اليوزر نيم والباسورد عشان يقدر يتعرف عليها. ولذلك هتلاقي الريكوستس طبعا ممكن تعمل منها امبورت تمام، ريكوست دوت هتلاقي فيها حاجات داخليه داخل الريكوست، احنا ما خدناش الريكوست المباشره،
لكن في حاجات تانية زي الكوكيز، زي السيشنز، السيتس كودز، مش عارف ايه بيحصلنا السيتس كود. لكن انا عايز الاوث، تمام؟ عايز الاوث. طيب الاوث ده هيمبورت منه، اجت امبورت، انا بقول له فروم الريكوست دوت اوث، انا عايز اعمل امبورت لي. هلاقي بقى عندك ايه، في حاجه اسمها اوث بيز، تمام؟ دي طريقه بقى من الاوثنتيكيشنز اللي احنا ممكن نعملها. حاجه اسمها اتش تي تي بيزك اوث، تمام؟ في حاجه اسمها ديجست اوث، في بروكسي اوث، كلها حاجات خاصه بالاوثنتيكيشن، كلها حاجات خاصه بالايه، بالاوثنتيكيشن. انا هختار اتش تي تي بي بيزك اوث، لان البيزك اوث معناه الاوثنتيكيشن العام اللي هو يوزر نيم وباسورد. ليك حق تخش ولا مالكش حق تخش؟ لما ليك حق تخش ومالكش حق تخش دي اسمها اوثنتيكيشن، تمام؟ ولذلك انا استبعد بس الاتش تي تي بي بيزك ايه، بيزك اوث. هاجي هنا وقايل له ايه في الاوثنتيكيشن، انا ببعت وانا بكلم اليو ار ال. انا ممكن اشيل كل الكلام ده عشان ما اجيلكمش الكلام الفارغ، انا مش محتاجه دلوقتي. لكن اقول له اوث، انا عايز اقول له هتجيبه من اتش تي تي بي اوث، او ما تفتح الاتش تي بي اوث هتقول، هيقول لك ابعت لي اليوزر نيم وابعت لي الباسورد. اقول له اليوزر نيم كان روت، ابعت لي الباسورد، اقول له الباسورد بتاعنا كان باس. انا ما عملتش اي حاجه غير ان انا زودت بس اوث بتساوي دي جنريت، عشان هو كان طلع لي ستاس كود 401 ان اثورايزد. صح ولا ايه؟ 401 كان قال لي ان اثورايزد، مالكش حق، مالكش حق دخول. فقلت له خلاص نريت على الاوث، وبعت لك اليوزر نيم والباسورد، ودي بتعمل عمليه تشفير. الفانكشن بتاع اتش تي بي بيزك اوث ديت بتشفر بطريقه معينه وتحطها جوه الاوث. هتوصل بقى للسيرفر بشكل سليم، توصل للسيرفر بشكل ايه؟ بشكل سليم ان شاء الله. فدي الحته بتاعت الاوثنتيكيشن، حق الدخول على الداتابيز. قلت له ماشي، كليك يمين وقلت له رن. قال لي كونكتد تو اورينت داتابيز سكسسفول. كونكتد تو اورينت داتابيز سكسسفول، يعني قدر يعدي الخطوه دي ويعدي المرحله دي ويعمل كونكشن على الداتابيز بتاعتي، تمام؟ اللي احنا عاملينها. بس طبعا الداتابيز دي يعني اوريدي اكزيست، يعني لو انا يعني مش لو انا جيت قلت له مثلا اورينت داتابيز 3 مثلا، تمام، هيقول لي هو هيضرب، هو مش عارف يوصل، لان ما فيش اصلا داتابيز اسمها باي دي بي 3. طبعا دي معموله وجاهزه كده اهو، قدر يعمل كونكت، بيانات سليمه، داتابيز سليمه، يوزر نيم سليم، باسورد سليم، كل شيء سليم. كني كده بالظبط بالظبط. لو انا على ال يعني لو انا كده على الاستوديو بتاعي، على الاستوديو بتاع الاورينت، بدخل اليوزر نيم والباسورد، بدخل اليوزر نيم مع الباسورد، بدخل اليوزر نيم مع الباسورد بتاعي، والباي دي بي داتابيز بتاعتي كده، دي كونكت. هي دي بالظبط، هي دي اللي احنا ايه عملناها، كانتش اكتر من كده، كونكت بس. استاذنكم بس ثواني. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ عملنا بس نفس فكره الكونكت على عنوان معين، ودخلنا اليوزر نيم والباسورد بتوعنا، وبناء عليه يعني داتابيز يوزر نيم وباسورد، زي بالظبط زي ما احنا قلنا لما نخش على سوق بنحدد داتابيز ويوزر نيم وباسورد نعمل كونكت. هي دي هي دي، وبالشكل ده كده نجحت معانا الكونكشن على الداتابيز.